احنا اليوم في افتتاح ديال المركز نجوم البوغاز اللي في حي بني مكاده في طنجة. هذا ثاني مركز اللي كتفتتحوا المؤسسة علي زاوة بعد سيدي مومن. اليوم كتحل مركز جديد في مدينة طنجة، وبالضبط في الحي هذا اختارينا لأنه معروف في مدينة طنجة كحي من أكبر الأحياء ديال هذه المدينة، وأصلا ومن الأحياء اللي بوف لي كارتي بوف شويه اللي الشباب ديالهم تيعانيو من بزاف ديال النقص في المجالات الاجتماعيه، وما كاينش بزاف ديال دور الشباب بصفه عامه هنايا ولي زاكتيفيتي سوسيال وكولتوريل. يعني قررت بسبب ذلك المؤسسه انها تفتح هذا المركز الثقافي اللي الهدف ديالو هو افتتاح المجال الثقافي والفنون بصفه عامه، منها فنون تشكيليه، المسرح، الرسم، القراءه حتى هي والسينما. هذا المركز هذا افتتحناه باسم مؤسسة علي زاوة في حي بني مكدة استجابة لمتطلبات التلاميذ والشباب ديال الحي، من أجل فتح فرصة للمواهب الشابة لصقل المهارات ديالهم في واحد المجموعة ديال الميادين الفنية من قبيل السينما، المسرح، الرقص، الرسم، إلى جانب دعم في اللغات الأجنبية بمعنى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. كذلك المركز يشتغل على تنشيط ثقافي، نقول ببرنامج أسبوعي ينطلق أو يتمركز حول تنشيط ثقافي ديال 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 الحي من قبيل استدعاء بعض المبدعين والتكلم على المسارات الإبداعية والفنية ديالهم، استدعاء صحفيين لملا المقتدرين ديال مدينة طنجة للتكلم والحديث على المسار الصحفي ديالهم والمسار المهني، وكذلك فتح الباب للشعراء والفنانين والمثقفين بمدينة طنجة لتقاسم المسارات الإبداعية ديالهم مع الشباب ديال الحي بني مكدة. انا مستوى ديالي اولى باك، ساكنه غير هنايا قريبه جواري. اول مره كنجي هنايا وعجبني بزاف وتسجلت في اللغه الاسبانيه والحمد لله عجبتني، وغادي نكمل هنايا وكنتمنى نزيد نتقدم في المستوى ديالي. On est très fiers aujourd'hui d'ouvrir un deuxième centre culturel, Les Étoiles, après les étoiles de Sidi Moumen, les étoiles de Bni Mekada, les étoiles du Détroit. Le Détroit, c'est ce qui ouvre vers l'infini, c'est la possibilité d'un ailleurs. Et ces jeunes de Bni Mekada, comme les jeunes de Sidi Moumen et du Maroc tout entier, ont des choses magnifiques à exprimer. Ils ont énormément de talent. Sauf qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de les exprimer. Grâce à ce centre, grâce au travail extraordinaire des équipes du centre de la Fondation Ali Zaoua, les professeurs, ils vont pouvoir enfin pouvoir dire qui ils sont, dire ce qui les intéresse, se projeter dans l'avenir grâce aux arts et à la culture. Et ils vont pouvoir tous les jours venir ici, comme vous le voyez, apprendre la danse, le chant, le théâtre, voir des films de cinéma, et devenir pour certains des grands artistes. Parce que ce qui est sûr, c'est que, comme à Sidi Moumen, à Bni Mekada, il y a énormément de talent. Il faut simplement être capable de le voir et de l'écouter.